سور إيماج. تستضيف الجزائر القمة السابعة للدول المنتجة للغاز، قمة هامة جدا على مستوى الحضور لحضور رؤساء دول وحضور أهل الاختصاص في هذا المجال، وكذلك تراهن عليها الجزائر من خلال توسيع الشراكة مع أطراف أخرى. معنا مباشرة حاضر بالتليفون محمد سيل بشير، أستاذ العلاقات الدولية، مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة. أهلا سيداتي، تحياتي لكل المستمعين. شكرا لك. إذن اليوم سؤال في بمناسبة هذه القمة، نعرف أن الجزائر تبحث على كذلك يعني تعزيز ثقة الشركاء مع الجزائر فيما يتعلق بالغاز وإمكانية يعني اعتمادها كأساس في تعويض للغاز الروسي، لكن هل سيكون هناك تغيير في علاقاتها في ما يتعلق بالتطورات التي تعيشها عدة مناطق على غرار الحرب في غزة والحرب في أوكرانيا واستمرارية مقاطعة الغاز الروسي؟ كيف ستستفيد الجزائر من هذا يعني هذه المتغيرات بالنسبة لهذه القمة؟ تستقبل الجزائر هذه القمة وهي قد حصلت على موثوقية الأطراف الزبائن الذين تعاملت معهم منذ اتخاذ خاصة دول أوروبية لقرار الحظر المواد الطاقوية الروسية خاصة الغاز الروسي. الجزائر من خلال خط مع إسبانيا، أنبوب مع إسبانيا وأنبوب آخر مع إيطاليا، احترمت تعاقداتها، وبالتالي فهذه القمة المنتدى السابع للدول المصدرة للغاز تأتي والجزائر قد حصلت يعني ضمنيا على ثقة الزبائن. طبعا هذه الثقة لم تحصل عليها من فراغ، بل حصلت عليها لأن الغاز متوفر، إمكانية التصدير متوفرة، إضافة إلى العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر وموسكو التي اعتبرت بأن العلاقات الجزائرية الطاقوية مع دول في أوروبا ليس لأخذ مكان روسيا، بل لتعويض نوعا ما نقص التوريد، وبالتالي فلم يكن هناك تناقض في العلاقات الجزائرية الروسية من ناحية، وفي نفس الوقت كانت هناك موثوقية للعلاقات الجزائرية الأوروبية، وبخاصة أنه الجزائر على خلفية هذه الموثوقية تريد أن يعني يعيد لها الاتحاد الأوروبي نوعا من يعني الاعتراف بهذا الوثوقية من خلال تحقيق مطلب مراجعة اتفاقية الشراكة التي تحدثنا عنها في حصة سابقة سيدتي. الأمر الثالث هو أنه هذا المنتدى يأتي في والجزائر تحتفل بذكرى تأميم المحروقات، وكأن الجزائر تستعيد تلك الذكرى التي من خلالها كان هناك كان هناك هدف، كان هناك رؤية، وكانت هناك شخصيات كاريزمية ساهمت في أن تؤمم المحروقات، وفي نفس الوقت ربما تكون خلفية عقد هذا المنتدى هي نفس خلفية الوقت الذي أممت فيه المحروقات. إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة نظن بأن الجزائر تستقبل هذا المنتدى وكلها ثقة في أن تنال يعني المكانة والدور المنتظرين منها. لكن أبدت الجزائر في نوعا من الانحياز لصالح الطرح الروسي على الصعيد الدبلوماسي والسياسي في الفترة الأخيرة، هل كانت مستفيدة من ذلك أم أنها ارتأت مؤخرا أن تعدل البوصلة وتوسع من شركائها خاصة بالنسبة للشريك الأوروبي؟ لا، بالنسبة للموقف مع روسيا، الجزائر وقفت على الحياد فيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية. طبعا بقية العلاقات الجزائرية الروسية على وجهها، زار الرئيس تبون موسكو، في نفس الوقت كانت هناك علاقات يعني وشراكات جزائرية روسية لم تكن للجزائر وحدها بل للكثير من الأطراف على المستوى الدولي. الجزائر لم تتنكر لعلاقاتها مع روسيا بالرغم من تناقض تلك العلاقات مع العلاقات الأخرى التي تنطلق منها الجزائر لتوريد مثلا الطاقة إلى دول في الاتحاد الأوروبي، إسبانيا أو إيطاليا، وبالتالي فالجزائر لم تنحز إلى موسكو. الدليل على ذلك أن روسيا تقف
ضد بعض المواقف الجزائرية في ليبيا مثلا، تناصر الشرق الليبي على الغرب الليبي، في ما في الساحل مثلا فاغنر التابعة للحكومة الروسية ساعدت المجلس العسكري في باماكو الذي أراد أن يقطع علاقاته وأوقف اتفاقية السلم والمصالحة، وبالتالي لا يمكن القول بأن الجزائر انحازت لموسكو، بل هناك علاقات واقعية براغماتية جزائرية روسية من ناحية الشراكة السلاح الطاقة، لكن في نفس الوقت الجزائر تحافظ على مصالحها في تعاملها مع زبائنها في الاتحاد الأوروبي أو في إدراكها وتعاملها مع قضايا الجوار المغاربي، في القضية الليبية وعدم الاستقرار في الساحل. سؤال أخير هو يتعلق بحدث هام كذلك والمتمثل في الإعلان عن زيارة الرئيس الإيراني للجزائر، يعني لأول مرة منذ 14 سنة تقريبا سيكون هناك وفد رفيع المستوى كذلك يعني يرافقه في هذه الزيارة. نعرف بالتوازي مع ذلك اليوم يعني في إيران هناك انتخابات مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة، يعني تعيش انتخابات تشريعية هامة جدا. هل هناك بحث عن توطيد العلاقات مع المحور الإيراني من قبل الجزائر؟ لا، الجزائر الآن من خلال منتدى الغاز نظن بأن الجزائر أعادت إلى العالم الرؤية الواقعية الجزائرية. لماذا؟ لأنه البعض كان يظن من خلال مثلا العلاقات المتوترة مع إسبانيا بأن الجزائر ستعمل على تغليب بعض الرؤى الأيديولوجية على الرؤى الاقتصادية. أثبتت الجزائر من خلال الإبقاء على العلاقات التقوية مع إسبانيا ومن خلال تقوية المحور الجزائري الإيطالي الألماني طاقويا، أثبتت الجزائر بأنه بهذه الأمور تريد أن يعني أن تكون سياستها براغماتية، وبالتالي في العلاقة الجزائرية الإيرانية تدخل في إطار أنه الجزائر وإيران تنتميان إلى كارتل النفط الأوبك بلس وكارتل الغاز من خلال هذا المنتدى، وبالتالي ليس هناك عامل ما يمكن أن يكون خلفية للعلاقات الجزائرية الإيرانية، وبخاصة أنه الجزائر كانت تعانت نوعا ما من بعض الأمور غير السوية في العلاقات مع إيران في السابق. شكرا لك أستاذ محمد سيل بشير أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا مباشرة من الجزائر. شكرا لك. شكرا لك سيداتي ومع السلامة. شكرا لك. احنا ما زلنا معكم باش نمشيو بعد شوية لأغي سور إيماج وباش نحكيو على العلاقات التونسية الفرنسية وكذلك فيما يتخص القطر الليبي.